من الله من اوراق والدنا السيد والسيد هاشم السيد احمد الرفاعي الوزير النائب شيخ الطريق رفع سوى دولة الكويت رحمه الله والجميع لقيت مستند وايد حلو يعني يوضح فيه مشرب الصوفيه واحد لسيدي محمد الهاشمي التلمساني رضي الله عنه وعلى فكره هني هذا كتاب الوالد كان وايد حارس عليه وقال لي يحط هاي الكليشه ظهرها هني كان كاتب البرهان المؤيد ارشاد وعد تصوف الامام السيد احمد الرفاعي الكبير متوفي سنه 578 قدم له فضيله الشيخ المرشد الكبير المرحوم الشيخ محمد هاشمي بين درجه عادية المحدث الكبير الشيخ عبد الله الهرري الحبشي نزيل دمشق اللي هو هذا ثلاث كتب اللي هو الأربعين حديثا كتاب الحكم الصير رفاعي الصوفية نظام خاص أهل الاختصاص سيدي أهل الطريقة والحقيقة الإمام السيد أحمد الرفاعي الكبير السور والوالد المهم أن هذا المستند خل نقرا يفيد يعني حق الصوفيه وغيرهم يقول بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الامي الكريم امين الكريم وبعد فاقول وكلهم الرسول لله من رسول الله ملتمس الغرفه من البحر او رشا من الديم هذه حق البوصيري في البرده المدح النبي شوفينا طبيب محمد صلى الله عليه وسلم قال سيدي احمد بن محمد الوتري قدس الله روحه في كتاب روضه الناظرين صفحه 46 في ترجمه سيدي ابو الحسن الشاذلي هو يعني الخامس خطاب الصوفي الرفاعي والجيلاني البدوي الدسوقي هو ساكن حميره في البحر الاحمر بمجموعه مساء الاقبال السعودية طلع عن عنه فقال وسياتي ذكر اسانيد الامام الرفاعي ان شاء الله وقد سبق ان القطعه السلام بالمشيش هذا واي صوفيه كان حتى او مشيش شيخ سيدنا الحسن الشاذلي كان خالد سيد حامد ورفاعي خالد سيد علي الرفاعي يحبونه هو من أهل المغرب مثل البدو والمرسى العباس والبكر وغيرهم اخذ عن الشيخ ابي احمد جعفر بن عبد الله بن السيد بونا الخزاعي بالعراق هاي خزاعه وهو ليس وهو لبس الخرقه من شيخ السيد احمد الكبير الرفاعي رضى الله عنه ما انتسب لغيره قط واخذ الشيخ عبد السلام رضي الله عنه عن القطب الكبير شمس الدين بر العراقي سبحان الله وهو لبس الخرقة من شيخ الشيخ علي بن النعيم البغدادي وهو لبسها من السيد أحمد الرفاعي وقد صحح الشيخ ابن حسن في ثبته أن الشيخ بر المشار إليه لبس الخرقة بلا واسطة من السيد الرفاعي على طول الدائرة الكويت يطلعون وألبس جماعة منهم شيخنا الشريف الشيخ عبد السلام المشي والشيخ القطب الشريف سيد احمد البدر رضي الله عنه وقالوا على هذا تتصل الخلق الشاذلي بسيد احمد رضي الله عنه في ثلاث من ثلاثه طرق ثم قالوا الله در شيخنا عبد الرحمن الجوهري الله جوهري وايد ذكرنا طبقات الكبرى وانا والشاذلي مع سيدي محي الدين الطعم الاسيوطي المصري ذكر الشاذلي قد تصرف انه يقول مشيرا الى ان الشاذلي رفاعيه الخرقه ولا فرق بينهم هذا قوله يا شاذلي لك الفخار بخرقه بالشاذلي لها تلال رونق قم وابتهج وافتخر بها فطرازها الغوث بامامنا غوث, غوث الرفاعي الحق هذه الفروع وقد عرفت اصولها والكل بالأقطاب الاقطاب غصن مورق والشاعر أختنا السيد هاشم الرفاعي تعرف هالشعر وهذه هذا مشرب الصوفيه لمن يبي يلتزم فيه وهو كله من شيخنا الطريقه الرفاعيه الصوفيه سيدي احمد الكبير الرفاعي ساكن دوله الجمهوريه العراقيه وشكرا